ورحمه الله. اللي بغى يعرف طريقه التحضير ديالها بالتفصيل ديال الرفيسه يتابع معايا طريقه التحضير من ا حتى لزيد. شكرا لكم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله. خوتي الحباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اولا شكرا لكم على الدعم، على التعاليق ديالكم الايجابيه، شكرا لكم على كل حاجه زوينه كتجيني منكم. الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير. اليوم غادي نحاول اولا غادي نقدم لكم الرفيسه المغربيه كيف ما طلبتوا مني، وتحية تقدير واحترام مني لجميع المغاربة الأحرار في جميع بقاع أرض العالم. دابا تابعوا معايا والله يرحم لكم الوالدين. على بركة الله كنحطوا واحد الكسعة هكا ولا أي إناء عندكم، كنديروا الملحة على حسب الذوق دائما في طبيعة الحال، كنجيبوا واحد نصف ملعقة كبيرة ديال الإبزار، ودائما حتى هو على حسب الذوق، كنجيبوا نصف ملعقة كبيرة ديال القزبور يابس مطحون، قزبور حبوب هذا يابس مطحون، واحد المعلقة كبيرة ديال سكينجبير، وكنضيفو كذلك واحد المعلقة كبيرة ديال الخرقوم بلدي مطحون على اليد، كنجيبو واحد نصف ملعقة كبيرة ديال العطرية ديال الدجاج. هذه المروزية ديال الدجاج كتعطي واحد البنة في الرفيسة لا بد منها. هنا عندي جوج ضويمات ديال الزعفران، كنت بغيت ندير الزعفران شعرة ولكن ما كاينش عندي هاد الساعة. نتوما عوض الضويمات ديروا الزعفران شعرة. عندي معلقة كبيرة ديال المسخن او ما يسمى براس الحانوت، عندي كذلك واحد معلقة كبيرة ديال الثومة راه ديجا وريتكم طريقة التحضير ديالها، كتجي بحال السمن على هاد الشكل، وعندي واحد نصف ملعقة كبيرة ديال السمن الحار. هاد الرفيسة غادي نصاوبوها بالكوكلي، عندي 6 ديال الكوكلي. نتوما صوبوها بالدجاج، ممكن تصوبوها بالحمامة ولا بالسمان، دائما الاختيار كيبقى لكم، حضروها بأي حاجة عندكم في الدار. زدت واحد الكاس متوسط ديال الماء، غادي نخلط به هاد المكونات اللي عندي هنايا باش نشرمل بهم الكوكلي ديالي. كيف ما كتشوفوا غادي نخلط مزيان. هانتوما عندي 6 ديال الكوكلي، نقيتهم خليتهم في سكينجبير طري مطحون مع الحامض بالقشره ديالو، وخليتهم في داك سكينجبير والحامض واحد ساعه المدانه، عاد غسلتهم مزيان وخليتهم تنشفوا في هاد الشبيكه. دابا غادي نبدا نشرمل فيهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معنا غادي نشرمو غادي نشرملو هاد الكوكلي. سمح لينا راه بعد الخطرات كتوقع لينا واحد الكسيده بين السنان واللسان، ما عرفتش كيوقع. المهم كنشرملو الكوكلي ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا دائما الكوكلي كنجمعو بهاد الطريقه باش ما يتحلش. كناخد هاد الجلده كندير ليه هكا حيت الكوكلي دغيا كتشد فيه كيشد فيه الطياب ويقدر يتحل، و الا تحل ما غاديش يجينا الشكل ديالو زوين. هانتوما كنديرو هكا صافي، ها الكوكليه ديالنا تجمعات على هذا الشكل. غادي نخليوها على جناب كيف ما كتشوفوا معنا، وناخذوا وحده اخرى بنفس الطريقه كنشرملوها. صافي يا الخوت، هذه هي الكوكليه السادسه، غادي نجمعوها كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه حتى هي. وشكرا لكاع الناس اللي كيتيقوا فينا وكيتيقوا في الوصفات ديالنا وكيجربوهم، الله يعطيكم الخير والله يرحم الوالدين. دابا غادي نديروا البلاستيك الغذائي لهاد الكسعه، ونخليو هذا الدجاج او هذا الكوكلي ما غاديش نديروه يطيب حتى نعجنوا العجين ديالنا، عاد نرجعوا ليه بما يتشرب واحد شويه وبلا ما تبيتوا الكوكلي في العطريه ولا ديك الهضره. غادي نوريكم طريقه سهله داك الخير فاش كتبيتوه الى درتو المساخن ودرتو ديك المروزيه ديال الدجاج راه كيطلق المروريه الى بات. من الافضل الدجاج شرملوه واحد ساعه المدانه وبداو طيبوا فيه. دابا غادي ندوزو للعجين ان شاء الله. عندي هنا الدقيق الابيض اولا الدقيق الفورس كيف ما كتشوفوا، وعندي فيه واحد عندي كيلو ونص، كيلو و500 غرام، 1500 غرام ديال الدقيق الابيض و500 غرام ديال الفينو، هادشي اللي كاين. كنزيدو الملحه دائما على حسب الذوق، وكنزيد كذلك واحد معلقه صغيره ديال السمن الحار هيا، وكنزيد واحد المعلقه صغيره ديال المسخن العجين ديالي. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الفينو ممكن يعجنوا غير بالدقيق الابيض، واخا تيكون ماشي صحي راه ما كناكلوهش يوميا بحال الرفيسه مره في شحال، عادي تعجنوها بالطريقه اللي كتجيكم سهله. والناس اللي هما مبتدئين ما كنصحهمش يديروا المسخن في الدقيق حيت ملي كتقرصوه كيتقطع. هاد الا ما كنتوش
كتعرفوا نيت مزيان ما ديروش المسخن في العجين ديالكم، خليوه هكاك وبلا مسخن. دابا كنخلطوا هاد النواشف جيدا، عاد كنجيبوا الماء اللي هو اكثر من دافي، كنبدا نديرو لا نبدا ندلك في العجين ديالي، هو كنلقاه تدلك بوحدو. دابا كنزيدو الماء اللي هو اكثر من دافي وكنعجنوا العجين ديالنا على بركة الله. صافي دابا العجين ديالنا راه تجمعت هنا بالزيت، غادي نحطوه هنايا ونغطيوه بالبلاستيك الغذائي ونخليوه يتروبوزا باش ما ارتاح العجين ديالنا اكثر، كيعطينا نتائج مزيانه اكثر. من بعد ما العجين ديالنا ارتاح غادي نقسموه، كنديرو فيه غير هكا باش نتحكمو فيه. صافي كناخد كودة وحدة كندير هاد البارتي ها كنحطهم، نبقاو كنشكلو العجين ديالنا كويرات على هاد الشكل، حتى كنشكلوه كامل ونرجعو معاكم ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما كورنا الكويرات ديالنا غادي نغطيوهم تاني بالبلاستيك الغذائي ونخليوهم يرتاحو مزيان بما نصبو الرفيسة ديالنا ان شاء الله، ونرجعو ليهم بإذن الله. راه مشينا جبنا الزعفران شارة، ها هو ديال تاليوين ضروري نزيدوه، ما يمكنش انا ندير رفيسة ديال الزعفران شارة، وقفت كلشي حتى مشيت جبدو حيت ما لقيتوش في الدار، كنزيد غير واحد شوية ديك العطرية اللي شرملت بها الدجاج غادي نزيد منها شوية شوية، راكم كتعرفو الرفيسة كتبغي شوية العطرية. كنزيد القزبور يابس، الإبزار تقريبا نصف ملعقة كبيرة من كل حاجة، الخرق بلدي ها هو تا هو كنزيدو نصف ملعقة كبيرة، كنجبير تا هو نصف ملعقة كبيرة، المسخن نصف ملعقة كبيرة. المسخن عندي جوج أنواع داكشي علاش كندير فيهم هكا، تقريبا زدت فيهم معلقة كبيرة. العطرية ديال الدجاج اللي هي المروزية تاع الدجاج كنزيد فيها حتى هي نصف ملعقة كبيرة، تي كنزيد كنزيدو التومة هي والسمن كذلك نصف ملعقة كبيرة، كنمرقو هذا الخير غير واحد شوية، نديو هاد الكوكلي ديالنا على النار باش يتشرب هاد القيمة ونرجع معكم. هنا دابا كناخدو حبة وحدة ديال البصلة كنقطعوها هكا على 8، كنحطوها في الخلاط الكهربائي وكنضيفو عليها واحد شوية ديال الماء ونطحنوها. الكوكلي ديالنا راه شد اللون دخلاتو العطرية، دابا كنزيدو هاد البصلة اللي طحناها وكنضيفو كذلك واحد الكاس ديال زيت الزيتون، هذا راه كاس العلبة، الرفيسة راه كتبغي الزيت. الحلبة راه خليناها ليلة كاملة مرقدة في الماء، غادي ناخذ منها هاد الكمشة هادي غادي نزيدها هنايا، وهادي غادي نسلقها ونبدل ليها الماء جوج لخطرات عاد ندير ليها من المرق. العدس حتى هو راه رقدناه في الماء ليلة كاملة باش ما تحيدش لينا الجلدة ديالو، كنضيف هنا واحد شوية ديال العدس كيفما كتشوفو، والما باقي كنخليه هنايا حتى كنطيبو في المرق. صافي هنا كنزيد الماء وغادي نزيد كذلك البصلة اللي قطعناها على هذا الشكل شرائح، هنا غادي نزيدو الثومة، هانتوما راه نقيناها مزيان من هنا حيدنا من هذيك التربة اللي كتكون فيها هنايا، كنضيفوها هكا صحيحة. هادي راه غير ثومة صغيرة، داكشي علاش أنا درت واحد سبعة ديال الكركوبات، الا عندكم نتوما كبيره ديروها غير جوج كركوبات راه كافيين، هذه راه صغيره بزاف. وغادي نزيد نمرق واحد شويه عاد نخليها طيب. صافي هنا كنزيد نمرق هكا صافي، ونخليوها طيب على خاطرها، كنحيدو الدجاج ونخليو المرق ديالنا يتغمر. كنديرو هنا في العدس الخرقوم شويه ديال الخرقوم، الحلبه راه كما قلت لكم رقدتها بلا كامله، دابا سلقتها خويت داك الماء عاد درتها هنايا كنديرها حتى شويه الخرقوم. هاد البصلة غادي نصيبو بها وغادي نديروها من الغمرة، كندير ليها شوية الخرقوم حتى هي، البصلة كنزيدوها واحد شوية القرفة، هنا سكينجبير كنديرو شوية هنا شوية هنا وشوية عند البصلة، مكنكتروش الملحة شوية هنا
ندير واحد شويه في الحلبه حتى هي وشويه في البصله. المسخن كنديرو شويه هنا شويه هنا شويه هنا، نفس العطريه اللي كنديرو في الرفيسه كنزيدوها هنا كامل ونرجع معكم. دابا كناخذو من المرق اللي عندنا في الطنجره وكنديوه باش نخويوه. صافي كنخويوه هنايا وكنجيب مرق اخر نخويه هنا وهنا، عاد نديهم حتى هما يطيبوا. هذا غادي نخليه حتى يتغلى ونوريه لكم في النهايه. دابا راه الكوكلي ديالنا غادي يكون طاب. كيف ما كتعرفوا الكوكلي راه خاصها غير واحد 35 دقيقه حتى 40 دقيقه ديال الطياب. صافي بارك عليك. هانتوما راه كنديروا في هذا الشبكه باش يبقى ناشف، باش ملي نبغيو ندخلوه للفران ما يكونش فازك. صافي كنحيدوه واحد مورا واحد ونرجع معكم ان شاء الله. دابا ملي حيدنا الكوكلي ديالنا كنزيدو واحد الربيطه صغيره فيها القزبور والمعدنوس، كنزيدو كذلك واحد نصف ملعقه كبيره ديال المسخن، كنزيدو واحد نصف ملعقه كبيره ديال السمن، وكنزيدو كذلك شويه ديال زيت الزيتون غير شويه. صافي وكنخليو دابا الطنجره ديالنا تتغمر على خاطرها ونرجعو ليها ان شاء الله. صافي دابا كان وصلت وقت العجين ديالنا كنطلقوه. شتو داكشي اللي قلت لكم؟ هانتوما المسخ راه كيبان محدب كيبان، إلا ما كنتوش عارفين يقدر بدا يتقطع لكم العجين ديالكم. داكشي علاش اللي ما عندوش ديرها بزاف بدا ما يدير دوك المسخن. صافي هنا كنكتفي بهذا القدر. بالنسبه للبصله ديالكم ها نتوما راه ديك البصله راه خليتها تطيب، ها نتوما ما بقاش الماء حتى كتوصلوا لها الطريقه هذه، كتجي بحال شي جيلاتين كتجي معلكه بهذه الطريقه. الماء ما كاينش دابا، عاد غادي نطفيو عليها. ما تنساوش ديروا هذه اللعيبه، الا بان لكم التمر مقاد غادي تحيدوا منه العظم ديالو وتركبوا ليه هذا اللوز هذا باش يعطيكم هذه النتيجه بلاتي. ها وحده دابا مقاده ها نتوما يعطيكم التمر مسندر سنانو خارجين هكا باش يعطيكم الشكل يكون هو هذا. هذا هو المسمن ديالنا ها نتوما كي تيجي على هذا الشكل، كيجي بحال شي ورقه ديال البصيله. دابا غادي نقطعوه، اللي بغى يخدم بالمقص يخدم به. انا ما نكذبش عليكم المقص ملي كنبدا ندير هكا كيضرني هنا، غادي نخدم بالمقص. كنجمع غير 4 4 ولا 5 5 باش ما نتحكم فيه في القطع ديالو. ها نتوما هكا كنقطعو رقيق على هذا الشكل اللي كتشوفوا. كنسالي كلشي ونرجع معكم ان شاء الله. صافي من بعد ما سالينا المسمن ديالنا في القطاع دابا غادي نحلوه بهذه الطريقه. كاين اللي كيبغي يديرو في الفران يديرو في الفران واحد شويه ينشف، كاين اللي كيبغي يفورو يفورو. انا كنبخرو ما كنديروش في الفران باش ما يجيش مقرمش، على حسب الوالد راه سنانو غير على قد الحال. صافي هنا من بعد ما فورتو هاني كنعاود نحل المسمن ديالي، عاد نبدا نصاوب في الطبصين ان شاء الله. هادي لاصوص ديالنا ها نتوما كتجي على هذا الشكل. كنخليو الروا شويه كثير باش نلقاو باش نسكيو، راه كيجي خاطر ها نتوما. دابا غادي نبداو ان شاء الله نحطو الرفيسه ديالنا. كنحطو الحطه الاولى راه درت غير شويه، غادي نوريكم علاش. نمرة حنا في الدار غير 5 لا 6 نسيت ولدي في الحساب. صافي دابا غادي ندير هكا بسم الله. دابا كنحطو تاني المسمن من الفوق بهذا الشكل.
دابا نحط الكوكلي ديالنا في الكوكلي الاولى، الثانية، الكوكلي الرابعة، صافي. دابا كنحطو العدس بهذه الطريقة، واحد الريحة كتطلع من هذا العدس، يا سلام ما شاء الله. جناب العدس كنحطو التمر عامر باللوز بهذا الشكل، هنا كنحطو هذه الكنافة عامرة بالبيض ديال السمان، كنحطو البيض ديال السمان حتى. دائما التزيين كيبقى اختياري يا الخوت، كيف ما كتبغيو زينوا على خاطركم. والرفيسه راه افضل تبقى بلديه عاليه، ولكن كتعرفوا الوالدين ديك الخطره شافوها خرجتها كومونط هكا، حيت ديك الساعه كانت ديك السيده ولدات واحد الوليد الله يخليه ليها، وصوبنا ليها الرفيسه. كتعرفوا الا كانوا الضياف كيبغيو الناس ديال المناسبات داك الشيء يكون بريستيج، ايوا شافوها الوالدين هكا خصني نصوبها كيف ما شافوها. شطو البصله كي كتكون معلكه، هانتوما كتلعبوا بها كيف بغيتو، ما تخليوهاش ميها وجاريه، جمعوها كتعطيكم هكا معسله كتجي، يا سلام. التزيين كيبقى اختياري على حسب كل واحد شنو بغا يدير. كندير واحد شويه ديال لوزيفيلي من الفوق على هذا الشكل، كنحطو العدس الحلبه بغيت نقول، نعتذر يعني العطا التقني، كنحطو الحلبه اللي بغاها ناخذ منها شويه على هذا الشكل، كنحطو الثومه هنا اللي بغا حتى هي ياخذ منها. الثومه راه غير صغيره هذه، ما درتهاش كبيره. صافي كنحطو المشمش والكركاع في هذه البليصه، كيف ما قلت لكم دائما التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يخدم بالطريقه اللي كتعجبو. دابا اش كيبقى، كنديرو رشيشه ديال اللوز، وكنديرو واحد الرشه ديال الورد. هذا الورد الخطرة ديال الماكله، هذا راه ديال الماكله، حيت هنا ما كنحطوش شي حاجه ما كتكلش، حتى هذا الورد اللي كنديروه راه ديال الماكله، كنرشوه من الفوق هكا بطريقه عشوائيه. والرفيسه ديالنا راه باقا سخونه، حيت كيف ما شفتوا راه فورنا ولا بخلنا المسمن وكل شيء باقي سخون. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون ضيف خفيف على قلوبكم، وشكرا لكم على المتابعه وعلى الدعم ديالكم المتواصل للقناه ديالي. الله يعطيكم الخير، شكرا لكم من القلب.